أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتابع دروسنا أو المعلومات عن تصميم الزلازل، واليوم راح نحكي عن شيء اسمه الديافرام. شو هو الديافرام وكيف نتعامل معه بالتصميم على الزلازل؟ الديافرام راح ناخده نحن حسب الـ ASCE 16 و American Society of Civil Engineering. بنشوف المباني، دائما في عنا جميع المنشآت أو الأبنية الإنشائية لها عنصرين هامين، هم عناصر أفقية وعناصر شاقولية، وهن اللي بتولوا نقل كافة الحمولات إلى الأرض أو إلى قاعدة المبنى أو إلى التربية بالنهاية. العناصر الأفقية هي اللي بتنقل القوى الأفقية إلى العناصر الشاقولية، والعناصر الشاقولية تنقل الحمولات إلى الأرض. بالنسبة للديافرام، الديافرام هو عبارة عن العنصر الأفقي الذي يقوم بنقل القوى الأفقية إلى العناصر الشاقولية، يا بيكون عبارة عن بلاطة صلبي أو عبارة عن بريسنج سيستم أو سقف معدني مع بلاطة خرسانية تغطية، أو حتى بدون بلاطة خرسانية. إذن هذا تعريف الديافرام. الديافرام إذن هو العنصر الأفقي الذي يقوم بنقل الحمولات الأفقية إلى العناصر الشاقولية، يا بيكون بريسنج يا بيكون بلاطة. الديافرام، صلابة الديافرام أو صلابة البلاطة الأفقية أو العنصر الأفقي متعلق أيضا بالعناصر الشاقولية أو الاستناد الشاقولي أو النظام الشاقومي الحامل لهذه البلاطات. الديافرامات طبعا تصنف بين ديافرام صلب إلى نصف صلب إلى مرن، بيكون ريجيد سيمي ريجيد ومرن إلاستيك ديافرام. هل ديافرام هذا بالبرامج التصميمية الحديثة يؤخذ بعين الاعتبار؟ أنت عند تعرف منشأك أو الديافرام اللي عندك مرن أو صلب أو سيمي ريجيد يعني نصف صلب، بتحدده بعملية التحليل بالبرامج. الديافرام المرن، متى بيكون عندي ديافرام مرن؟ الديافرام هي عبارة عن الأسطح المعدني. إذا عندي مثلا أنا منشأ معدني والأسطح عبارة عن ستيل شيت بدون تغطية أو الأسطح من الألواح الخشبية، في وين في المنشآت حيث العناصر الشاقولية حديد بإطارات تقوية، أو إذا كانت العناصر الشاقولية حديد وخرساني أي مقاطع مختلطة مع إطارات تقوية. إذن الأسطح المعدنية بدون تغطية أو الألواح الخشبية بنعتبرها ديافرام مرن. الأبنية ذات الإطارات الخفيفة وبعدم وجود تغطية خرسانية فوق الألواح الخشبية أيضا نقول عنه ديافرام مرن. أيضا إذا المنشأ أو العناصر الشاقولية لم تحقق شروط الانتقال الأفقي الطابقي حسب الجدول 12-12-1 من الكود ASCE 16، والجدول أرفقناه هون اللي بيبين لي الشروط والريسك كاتيجوري لكل دايفرام والانتقال أو لكل انتقال أفقي مسموح. إذا لم يحقق هذه الشروط بالانتقالات، إيش بنقول عن الدايفرام؟ الدايفرام هو عبارة عن دايفرام أو دايفراجم بالإنجليزي، دايفراجم بالعربي بنقول دايفرام، وهو عبارة عن العنصر الأفقي. إذا ما حقق شروط الانتقالات حسب الكود أو حسب الجدول 12-12-1 اللي هو بالستوري دريفت حسب كود ASCE، بنقول عنه أيضا دايفرام مرن. الديافرام، هلا بنقول الديافرام الصلب. إذا حكينا على الديافرام المرن بنحكي على الديافرام الصلب. الديافرام الصلب هو عبارة عن البلاطات الخرسانية الصلبي
أو البلاطات المعدنية مع تغطية خرسانية، نسبة المجاز لعمق 3 أو أقل، ولا يوجد عدم انتظام بالمبنى. أيضا متى نقول عن منشأ أنه مرن؟ نقول عن منشأ أنه مرن إذا كان السهم عند أي طابق أكبر من ضعفي متوسط الانتقال الطابقي النسبي، يعني بالعلاقة مثل ما نشوف هون السهم عند الطابق كمان بالشكل الديفليكشن دلتا ام دي دي على دلتا اي دي في الافريج ستوري دريفت. الستوري دريفت كيف بنحسبه؟ بنشوف المخطط هون عندي الانتقال باي طابق اخذنا هون بهالطابقات، في عندي انتقال باعلى الطابق وانتقال بارضيه الطابق. اذا وفي عندي يمين لاحظوا معي دي 1 ليفت دي 2 دي سوري دي 1 رايت دي 2 رايت وفي عندي دي 2 ليفت دي 2 رايت. بنشوف الليفت والرايت عندي هون اثنيناتهم دي 1 ودي 2. اذا الدلتا الانتقال الطابقي هو عباره عن دي 1 ار ناقص دي 2 ار الانتقال العلوي ناقص السفلي عند هذه النقطه زائد الانتقال العلوي ناقص الانتقال السفلي بالنقطة الثانية من المبنى مقسوم على 2 هو الافريج الانتقال الوسطي. عندما بنحسبه بطلع معي دي افريج والدلتا هو الانتقال السهم عن طريق الحساب بسبب القوة الأفقية. إذا قسمت السهم على متوسط الانتقال أو الستوري دريفت افريج ستوري دريفت وطلع أكبر من 2 مثل ما حكينا بيكون عندي الديافرام مرن، إذا طلع 2 وأقل بيكون مقول الديافرام صلب. إذا برجع بقول إذا حددنا نوعية الديافرام مهم جدا جدا، لازم ننتبه عند التصميم شو البلاطة اللي عندي وأتحقق أن الديافرام عندي صلب إلا مرن إلا نصف صلب، وبحدده البرامج بتقول لك أني حدد الديافرام اللي عندك هو صلب الا مرن سواء التاب او باقي البرامج. البرامج ايضا بتعطيك اني بتقول لك هل المنشأ هذا يعني الديافرام تبعه او بقول لك ستوري سوفت ستوري، هذا كمان نحكي عنه بعدين. هلا نحن حكينا على الديافراجمز وشرحنا عنه، أتمنى يكون في فائدة والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نلقاكم بفيديو تاني بيحكي عن الأبنية المنتظمة والغير منتظمة وشو لازم نعمل لما بيكون عندي بناء منتظم أو غير منتظم، والسلام عليكم.